في اللحظات نتحدث عن مشروع تمويل قروض صفر فوائد صفر معاملات بنكية للأشخاص ذوي الإعاقة. حدثنا أكثر عن ماهية هذا المشروع الداعم بالتأكيد للمشاريع متناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة. يعني شكرا لك عزيزتي وفاء على الاستضافة، وأدعو الجميع أن يستفيد من هذا المشروع، هذا البرنامج، من خلال الدخول إلى موقع وزارة العمل أو صندوق التشغيل الفلسطيني للاستفادة من المشاريع المختلفة، وأهمها المشروع الذي تم إطلاقه للأشخاص ذوي الإعاقة بصفر فوائد صفر معاملات بنكية، بحيث يستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع الإعاقات المختلفة، وهذا ضمن سلسلة من النجاحات التي تمت في الماضي وتم البناء عليها، وتم استضافتنا أيضا عبر شاشتكم وأثيركم والحديث عن قصص النجاح التي تمت. الآن مليون دولار جديد يضاف على الميزانية السابقة للاستفادة من هذه المشاريع بقيمة 10,000 دولار، صفر فوائد، صفر معاملات بنكية، 4 إلى 6 شهور سماح، وأيضا سداد تصل إلى 4 سنوات، والمبلغ الذي تأخذه هو نفسه أو ذاته الذي ستقوم بترجع. نعم. طب سيد رامي، شروط التقدم والتعليمات والآليات كذلك من أجل الحصول والاستفادة من مثل هذه يعني التمويلات الداعمة للمشاريع متناهية الصغر، يعني هي لم تتغير من حيث الماضي كما كانت في الماضي، لكن الأهم هو أننا كيف سنعمل بتوسيع القاعدة. بمعنى إذا ما أردت الإجابة مباشرة على الإجابة أو على السؤال لحضرتك، هو لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، هذا أولا، هو ضمن يضمن أن يكون المستفيد أو المستفيدة القدرة على إدارة المشاريع، أن لا تقل نسبة الإعاقة عن 15% بتقرير طبي معتمد من وزارة الصحة الفلسطينية، التعهد بالعمل في المشروع خلال فترة زمنية مساوية لفترة تسديد القروض على الأقل، أن لا يكون المتقدم، المتقدمة، المستفيد، المستفيدة من جهات أخرى أو صاحبة استثمارات وعقارات أو موظف في هذا الجانب، أن لا يكون على المقترض في المشروع في حالة المشروع القادم أقساط مستحقة من مشاريع السابقة. الضمانات والمستندات، صورة عن هوية طالب القرض والكفيل، إثبات إقامة من الهيئة المحلية التي تسكن أو يسكن فيها المقترض منذ 3 سنوات، إثبات مهنة، كتاب من بلدية أو مجلس محلي أو عقد إيجار، أن تنطبق على المشروع شروط المنح الخاصة ببرنامج استدامة حسب تعليمات سلطة النقد. بالتالي الآن هذا المشروع هو نوعي واستكمالي، أدعو لمن يستمع إلينا الاستفادة فيه، وخصوصا بأنه فوائد، لا بدون فوائد وبدون عملات وأقساط شهرية مريحة حتى 48 قسط، هذه قضية مهمة، وفترة سماح تصل إلى 12 شهر، هذا مهم جدا. نعم. أيضا إذا أردنا أن نتحدث حول ماهية المجالات المتاحة من أجل الاستفادة من مثل هذه التمويلات لإقامة مشاريع، يعني هل هنالك تخصيص في المجالات أم ربما هامش الحرية كبير في مثل هذا الدعم لهذه المشاريع؟ المشاريع هي مفتوحة للجميع، واختيار المشروع هو أيضا مفتوح لدى أي طبيعة المشروع. نعم. أيضا إقرار مثل هذه التمويلات لهذه المشاريع لفئة ذوي الإعاقة على وجه التحديد، لماذا فعليا التركيز على هذه الفئة وأنتم باستمرار بصراحة يعني في سعي متواصل ودؤوب من أجل دعم هذه الفئة فعليا، يعني من خلال قراءتكم ومتابعتكم هل هنالك كذلك جدوى سواء كانت اقتصادية واجتماعية في ربما دعم هذه الفئة وتحقيق شيء على أرض الواقع؟ أن تشعر أنه إنجاز فعلا بيتقدموا؟
شكرا على هذا السؤال، وهو سؤال تنموي. أنا أعتقد بأنها هم الفئة الأكثر تضررا والأكثر نسبة بطالة لديهم في المجتمع الفلسطيني، وخصوصا النساء من أشغال ذوي الإعاقة. هذا جانب مهم. الجانب الثاني بأن نستطيع أن نعمل معهم ضمن تحقيق إنجازات. عندما نتحدث عن 3 سنوات أو أكثر من 3 سنوات ونحن نعمل مع هذه الفئة، صدقا أقول بأنه تم تحقيق إنجاز كامل. لا يوجد 0 تعثر، وهذا ليس مني وإنما من بنك المعلومة، من بنك فلسطين، التي تتحدث بأنه 0 تعثر. وهذه قضية نجاح. يجب علينا أن ننتقل من مفهوم الإغاثي إلى المفهوم التنموي، والتنموي المستمر بمعنى تحقيق التنمية هو يأتي من عملية التمكين وليس من عملية الإغاثة. هذا النمط أو الرؤية الجديدة لدى وزارة العمل، لدى الصندوق التشغيل الفلسطيني، لدى بنك فلسطين، لدى الحكومة بشكل عام أيضا، وصندوق استدامة لها رؤية تنموية في هذا الجانب. إجمالا نحن نأمل من الجميع أن يقبل على مثل المشاركة في مثل هذه المشاريع. فعليا آلية ربما التسجيل أو الاستفادة من هذه التمويلات، سيد رامي، ما هي الآلية؟ الآلية هي أولا الذهاب إما من خلال مكاتب العمل المنتشرة في كافة محافظات الوطن، أو الذهاب أيضا إلى بنك فلسطين مباشرة، وخصوصا في قطاع غزة الذهاب مباشرة إلى بنك فلسطين وتعبئة الاستمارة وغير ذلك. وأهم شيء هو الضمانات، أن يكون هناك كفيل في هذا الجانب. صدقا هذه من أهم المشاريع التنموية التي تم إنجازها والاستفادة منها بشكل عالي جدا. فهي أنا أعيد وأكرر دعوة لمن يستمع أن يذهب ويتقدم، خصوصا لمن لديه مشاريع. القضية هي السقف الأعلى 10,000 دولار، ومن كان يتم إقراض 3,000 دولار، 5,000 دولار، 7,000 دولار. ما هي الحاجة؟ وخصوصا بأن هناك لجنة تقوم بدراسة المشاريع، وأيضا دراسة ميدانية سيتم من أجل التأكد من إمكانية نجاح المشروع. إجمالا نأمل كل التوفيق، وأن تكون هنالك أعداد كبيرة تستفيد من مثل هذه المشاريع. أشكرك دائما وأبدا سيد رامي مهداوي، المدير التنفيذي لصندوق التشغيل الفلسطيني. شكرا جزيلا الشكر لك، ونواصل في مشوارنا الصباحي وأينما